الأندية التنزانية ملهاش تاريخ يذكر أمام الكرة المصرية أو أمام النادي الأهلي تحديدا هنا في مصر، ومع ذلك النهاردة سيمبا في دور المجموعات لم يخسر ولا مباراة، وده يمكن دافع قوي جدا أنه يظهر النهاردة على أرض بطل القرن الأفريقي وهو النادي الأهلي بدون هزيمة أيضا. عشان نتكلم أكتر ونقرب أكتر من مباراة بكرة، نوانا طبعا في بداية الحلقة عن حارس المرمى الكبير طبعا كابتن أمير عبد الحميد عشان يكلمنا بالتفصيل عن المباراة دي من وجهة نظره طبعا الفنية والتحليلية. برحب بيك وكل سنة وانت طيب ومنور في البيت الكبير. أهلا بيك يا سهام، أنا سعيد جدا أنا معاك النهاردة طبعا مع كابتن هاني رمزي حبيبي، ودايما سعيد أن أنا موجود في بيتي يعني قناة النادي الأهلي. منور دايما، طيبين وكل سنه والساده المشاهدين وانت بالف خير يا رب، ينعاد عليك سنه طيب وايام سعيده ان شاء الله دايما. امير يعني سهام اتكلمت في نقطه مهمه جدا هناخد منها وهناخد من اللي يمكن اللي كان في مؤتمر صحفي المستر موسيماني ومحمد الشناوي اتكلموا على نقطتين ونحاول نتناقش في النقطه دي. اولا النقطه اللي اتكلمت عليها سهام ان سيمبا من اعتقادي هو الحصان الاسود لدور المجموعات، خلال المباريات كلها ما خسرش مباراة وبالتالي عنده حوافز لاستمرار هذا الريكورد الحلو قوي. الجزء الثاني موسيماني اتكلم كمان على نقطة بعض جماهير النادي الأهلي شايفاها لا مقلقة شوية، موسيماني قال مش بالأولوية انك تكون اول المجموعة عشان تاخد البطولة. محمد الشناوي كمان اتكلم ان هو مباراة بكرة ليها اهداف خاصة. اتكلمنا يعني في الشمول اللي قلت لك عليه دوت، رؤيتك لمباراه سيمبا اهداف النادي الاهلي ايه بكره، مشوار النادي الاهلي في دور الثمانيه كمان هيكون عامل ازاي؟ هناخد اول حاجه كابتن النقطه الاولى اللي حضرتك اتكلمت فيها اللي هي طبعا ان سيمبا التنزاني ده يعني اول مجموعه وحصان اسود وكده. انا عايز اقول لحضرتك عارف الكلام ده كابتن هاني ان البطولات دايما البدايات مهمه جدا، يمكن سيمبا كان اشتغل في الاول وكان موفق في الاول ابتدى يحافظ طيب. وانت عارف حضرتك المكسب بيجيب مكسب وبعدين بياخدوا ثقه كبيره جدا، والثقه الاكبر ان النهارده انا حصان اسود ومعايا فريق كبير زي النادي الاهلي، هو ما بيصدقش نفسه ان هو النهارده بطل افريقيا معايا في المجموعه وان انا بطلع اول، فبياخدوا ثقه كبيره جدا والفوز بيجيب فوز، فابتدي هم يلعبوا على الحته دي. في نفس الوقت ماتشنا معاهم اللي هو الاولاني كان في باد لاك لينا، الفريق كله كان في حاله مش كويسه، اللعيبه ما كانتش مركزه، خطفوا جول، ما كناش موفقين في الاهداف اللي احنا ضيعناها والفرص اللي احنا ضيعناها، كسبوا الماتش 1-0. فهم دلوقتي يعني الاول مجموعه، عندنا ماتش بكره باذن الله ان احنا ان شاء الله نكسب ونوري الفريق سيمبا التنزاني ان احنا ابطال افريقيا وان احنا يعني كنا جادرين بان احنا نلعب في كاس العالم للانديه وان احنا اسم كبير جدا في افريقيا. فبالتالي ماتش بكره ان شاء الله انا متاكد ان شاء الله اللعيبه هتبقى مركزه، اللعيبه هيبقى عندها حافز كبير جدا ان انا هكسب، وناخد بقى الجزء الثاني اللي هو مش الاولويه ان انا اكون اول مجموعه عشان اخد بطوله افريقيا، لان دي مجموعه وفي ماتشات نهائيه وفي ادوار بتعدي، كل ما بتعدي دور بتوصل الفاينل، والهدف الكبير اللي انت بتحققيه او النادي الاهلي عايزه مش ان انا اطلع اول مجموعه او اكسب ماتش، لا النادي الاهلي دايما بيلعب على الهدف الكبير وهو بطوله افريقيا، وان شاء الله عشان تبقى للمره 10 في تاريخنا باذن الله. فبالتالي يعني مش هنبص لدي، هنبص للهدف الاكبر ان احنا ناخد افريقيا، وبكره ان شاء الله ماتش ثلاث نقاط زي ما بيقولوا، وباذن الله حتى كده كده اول سيمبا كده كده اول مجموعه وهنلعب بكره باذن الله باسم النادي الاهلي وبثقه النادي الاهلي وبالروح بتاعت النادي الاهلي عشان نقدم مباراه كويسه تليق باسم النادي، وان شاء الله الناس ما تقلقش من اي حاجه، ولسه في هدف تاني اللي هو بطوله افريقيا وده الاهم باذن الله. يمكن نتكلم عن ظروف متشابهه حتى بالارقام، يعني كان تاني المجموعه النادي الاهلي الموسم اللي فات كان وصل برضو وتاهل لدور الثمانيه وربع النهائي ب 11 نقطه، وان شاء الله بكره يعني من 8 ل 11 ان شاء الله قريبه جدا جدا. كمان كان التاهل من ام درمان الموسم اللي فات، فكلها ظروف يمكن متشابهه، لكن النهارده سلسله اللاهزيمه اللي حاصله لفريق سامبا التنزاني تخليه عنده دوافع قويه جدا جدا انه يحافظ على نفس المستوى ده ويكون الحصان الاسود للنهايه، مش بس في دور المجموعات النهارده وتخطى او عدى مشوار كبير. يا كابتن تفتكر المدير الفني بيفكر ازاي امام بطل القرن النهارده؟ لو دخلنا كده في عقل المدير الفني تفتكر بيفكر ازاي في مباراه بكره عشان يكمل سلسله اللا هزيمه اللي احنا بنتكلم فيها؟
بصي، هو طبعا هو عارف كويس قوي قيمه المباراه بكره، وعارف النادي الاهلي هيلعب على المكسب، وعارف النادي الاهلي بيلعب على ارضه، وعارف كويس قوي ان النادي الاهلي ما كانش في يوم في الماتش الاولاني كان عندهم على ارضهم. فبالتالي مش شرط برضو ان انا النهارده اول مجموعه، مش شرط ان انا النهارده ابقى حصان الاسود زي ما بيقولوا ان انا اوصل للنهائي، مش شرط ان انا. واعتقد ان في تغييرات يا كابتن هاني الفتره الجايه، ان ممكن سامبا في الادوار اللي بعد كده هتخسر والنادي الاهلي هو اللي هيكمل، ده الطبيعي يعني. لكن هم زي ما قلت هم ما صدقوش نفسهم ان النهارده النادي الاهلي معانا في المجموعه واحنا اول وبنكسب، وكسبنا النادي الاهلي اول مباراه تمام. فبالتالي هو اكيد عنده امل بسيط، لكن هو عارف ان النادي الاهلي بكره هيكسب المباراه. هو امل بسيط لانه عارف ان هو بكره مش هيلعب، يعني هيأمن نفسه، وعارف ان النادي الاهلي هيضغط من اول اللقاء، وعارف ان النادي الاهلي هدفه ان هو يكسب اللقاء، لان النادي الاهلي مش هيقبل بهزيمتين متتاليتين زي ما بيقولوا. فبالتالي هو هيلعب على العامل النفسي شويه، هيلعب بثقه، هيبتدي يقفل شويه. كابتن هاني النادي الاهلي هيلعب هيهاجم، واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي بكره اللعيبه تبقى مركزه، وان شاء الله يعملوا لقاء يليق باسم النادي، وان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق لهم في المباراه. انا اعتقادي برضو يا امير ان النادي الاهلي كمان محمد الشناوي اتكلم في النقطه ديت وربطها بمباراه المريخ، ان احنا ما كناش موفقين في الشوط الاولاني، وكان شكر اللعيبه على المجهود في الشوط الثاني والعوده ثاني للمباراه. والنادي الاهلي زي ما انت بتقول مش متعود حتى يلعب ماتشين وحشين ورا بعض او النتائج تكون مهزوزه، ده بالنسبه للنادي الاهلي. لكن على مستوى دي جاموز المدير الفني هو كمان بيلعب بدون ضغوط، هو زي ما انت بتقول بيلعب قدام النادي الاهلي، هو ضمن التاهل، واعتقادي كان بالنسبه له خطوه كبيره جدا انه يتاهل لدور الثمانيه. وبالتالي الشكل الفني داخل المباراه بالنسبه للنادي سيمبا واضح انه ممكن جدا زي ما انت بتقول يامن ويعتمد على سرعات قدام شكل الفني النادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيبدا بعناصره الاساسيه؟ هل مستر موسيماني هدخل بعض العناصر الجديده؟ في المؤتمر الصحفي كان بيقول انا مش هريح لكن مجبر لان خايف من الاصابات والمشوار اللي جاي مشوار طويل جدا. انت شايف ازاي يعمل المعادله ديت انه يحافظ على اللعيبه بشكل كبير جدا للمشوار اللي جاي، وفي نفس الوقت يكسب المباراه باداء ونتيجه كويسه؟ انا شايف من وجهه نظري ان هو مش هيبقى فيه تغييرات كتير، لان هو هيلعب بالناس الاساسيه، ممكن يغير واحد او اثنين، وفي ظروف معينه، ظروف اصابه، في ظروف مثلا حد موقوف، في ظروف حد مجهد. لكن النهارده انا عندي اللعيبه كلها عندها استعداد للمباراه ومركزين، في نفس الوقت عندي لعيبه دوليه عدد كبير جاهز، وكان بيشارك مع منتخب مصر، وفي نفس الوقت مجهد مجهدين بس يعني عندي وقت يا كابتن الفتره برضو، يعني منتخب مصر يعني فيه وقت كويس كافي بعد المباراه ان انا اريح اللعيبه ويعمل استشفاء كويسه. فانا شايف ان اللعيبه بكره مستر موسيماني هيلعب بالفول تيم، وممكن يبقى فيه تغيير واحد او اثنين للاجهاد، لكن هو هيلعب على هدف المكسب وهيلعب من اول البدايه. او حتى لو سير المباراه ادى ان احنا ضامنين المباراه وشكلنا كويس، ممكن يدفع بعض العناصر الجديده، وليد سليمان نتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على بعض اللعيبه اللي ممكن يستفيد منها ويجهزها بدنيا وفنيا للمشوار القادم، لان بعد كده عارف داخلين على دوري معركه كل ثلاث ايام ماتش، وعندك بطوله افريقيا كمان بعديها وكاس فالموضوع دي حسابات خاصة، يعني اعتقاد ليه حسابات خاصة يعني. وممكن من وجهة نظري برضو ان ممكن يبدأ وليد سليماني. وليد سليمان اسم كبير، نجم كبير، الحمد لله، خبرة كبيرة، وليه بصمته في الملعب، فممكن يحط وليد، لو وليد كده مستعد بشكل كويس، رجع من الإصابة كويس، وشارك ولعب مباراة الشباب ضد النادي الأهلي، ماشي في التمرين كويس جدا. يمكن أنا بتابع وليد كمان، وليد الناس المهمة جدا، الناس بتحب النادي جدا، من اللعيبة الكبيرة الموجودة في الفرقة. أعتقد إن هو ممكن مستر موسيماني يبدأ بيه المباراة بحيث ان هو برضه يجهزه. ممكن ما انا قلت لحضرتك هيبقى تغيير واحد او اثنين بحدود، لكن احنا دايما ان شاء الله مستعدين. اللعيبه كمان اللي هي موجوده على درجه البدلاء كله مستعد النهارده ان انا اما انزل اخد فرصتي والعب، ابقى اثبت نفسي واعمل واساعد الفريق على الاداء الكويس وعلى المكسب. فانا شايف ان اللعيبه كلها جاهزه، مستر موسيماني هيلعب بالفول تيم، تغيير واحد او اثنين، حتى لو وليد ما بداش او ناصر ماهر ممكن يبقى ليهم دور في الشوط الثاني باذن الله حسب نتيجه المباراه. طب بمناسبه التغيير اللي حضرتك بتتكلم عليه المحدود جدا، هل الفكره دي برضو تنطبق على مركز حراسه المرمى، ولا احنا بنتكلم بطبيعه الحال انه مركز حساس جدا جدا
فعمليات التدوير فيه بتكون بصعوبة شديدة جدا مع فكرة أنه بكرة يبدأ بعلي لطفي مثلا، ولا لا يبدأ من أول الشوط الأول والشوط الثاني يكمل بالشناوي، ينزل الشناوي؟ لا اعتقد ان الشناوي ممكن يبدا اللقاء، هيلعب فول تيم. علي طبعا حارس كبير وحارس مستواه كويس جدا، ومعانا مصطفى شوبير طبعا، لكن اللقاء بكره ان الاهلي عايز يكسب، فمش ده مثلا عيب في علي او عدم ثقه في علي او الكلام ده، لا هيلعب بالشناوي لان هو عايز يلعب ويكسب. لكن اعتقد ان ممكن الكاس هيبقى فرصه للبدلاء، ممكن بعد كده لو احنا كنا احنا مثلا اول يا كابتن هاني بفرق كذا نقطه ممكن كان يدي فرصه للحارس. في خلال مشوارك امير ما صادفش ان انت يعني الفرقه تاهلت ويمكن الجهاز الفني فكر، مش هقول لك الصف الثاني، لكن اللعيبه اللي ما بتاخدش مباريات كتير، من خلال خبراتك او من خلال تجربتك عديت على المرحله ديت، وكان اداره الاداره الفنيه كان بيتعامل معاها ازاي؟ عديت يا كابتن، كان ساعتها لما الحضري كان ماشي من النادي، كنت انا كملت بطوله افريقيا، كنا احنا صعدنا اول مجموعه بفارق كذا نقطه، وكنا هنلعب اسك ابيجان هنا في القاهره، يمكن الماتش الاولاني كان صعب جدا، تعادلنا 0-0 هناك، وبعد كده ابتدينا نكسب انيمبا وصعدنا اول مجموعه بفارق كذا نقطه. وكان ساعتها مسلمان الجزيره ريحني وريح فلافيو وجلبيرتو، المباراه اللي هي المباراه مشابهه للقاء بتاع بكره، مشابهه ليها، وكنا فرق بنقط كذا نقطه يعني. وفي نفس الوقت كان ساعتها كان ريحني انا وفلافيو واعتقد وائل جمعه وكان جلبرتو وبركات حاجه كده، يمكن لعب بس بعنصر الخبره كان ابو تريكا لاعب، وكان لعب يعني اعتقد كان بعض الناشئين، مش ناشئين، كان ساعتها في لعيبه كانت لسه جايه جديده ما خدتش لسه مباراه، ما خدتش ولعبوا اللقاء ده وكان مريحنا. لكن انا اعتقد ان الظروف بكره يعني النادي الاهلي عايز يكسب، النادي الاهلي عايز يبقى شكله عايز يكسب. طب انا بالنسبه لي دي مباراه تحصيل حاصل، بالنسبه لي انا كده كده متاهل، انا كده كده تاني المجموعه، ما ده كلام بالبعض برضو يعني. فليه كده كده لازم يبدا بالشناوي؟ ليه كده كده لازم يثبت التشكيل والتغيير يتم في حدود؟ وارد، كل شيء وارد ممكن، لكن انا اعتقد ان هو هيبدا بالشناوي، اعتقد ان هو هيبدا بالناس اللي هي الاساسيه، ممكن يغير بعض المراكز في الاجهاد، يدي فرص زي ما كابتن هاني قال لوليد لناصر، يعني ناس معينه مش بس، لكن هو اعتقد هيلعب بالشكل الاساسي، عايز يكسب اللقاء برضو لان كان في كلام كتير الفتره الاخيره واللعيبه عايزه تكسب، فاعتقد ان هو ممكن يبدا. ويهمنا بكره 3 نقاط مهمين، فلازم يستمر على النهارده ان انت تكسب اللقاء ويبقى الشكل احسن، ونستعد بقى ان شاء الله للماتشات اللي جايه، في فرصه للكاس للعيبه اللي هي ممكن ما بتشاركش، عندهم فرصه كويسه. يعني انت شايف مباراه الكاس هي الاقرب لاشتراك معظم اللعيبه اللي ما بتشاركش على اساس مباراه الكاس، رغم دايما مباراه الكاس بيبقى فيها مفاجات، لكن يمكن الفوارق الفنيه ما بين طبعا نادي النصر ليه كل الاحترام، لكن انت شايف ان مباراه الكاس هي دي اللي ممكن موسيماني تتحمل يعني يحط فيها اكبر عدد ممكن من اللعيبه اللي عايز يجهزها يعني. فرصه كويسه يا كابتن، يعني كاس بيبقى فرصه كويسه للناس اللي ما بتشاركش، يمكن ده كان مستر مانو جوزيه كان بيعملها قبل كده، ان كان الحاضر بيلعب بشكل اساسي وانا كنت باخد الكاس كله، كان من قاسم اول بقى ديت كان قاسم على طول، يعني انت بتاخد ماتشات الكاس كلها كاس على طول، من اول لقاء، من اول ماتش لحد الفاينل، لحد الفاينل ده كان على طول دايما الحارس البديل هو اللي بياخد الكاس مصر كله. ولكن انا شايف من بكره ان شاء الله لو ربنا كرمنا بكره بنتيجه كويسه من البدايه او الشوط الاولاني، اعتقد ممكن مستر موسيماني يريح ناس، وبرده ماتش الكاس يدي فرصه للبدلاء، اعتقد كانت فرصه كويسه يعني. دي جوميز المدرب الفني الحالي لسامبا التنزاني، وكان قبل كده مدير الفني للاسماعيلي، واكيد عارف الكره المصريه ازاي وعلى راسها طبعا فريق النادي الاهلي. تفتكر الاوراق المفتوحه دي بالنسبه لدي جوميز ممكن تمثل نقطة ضعف، بما اننا بنتكلم عن نقاط القوة والضعف، نقطة ضعف بالنسبة للنادي الأهلي أمام سيمبا بكرة؟ لا هو عارف ان هو بيلعب اسم كبير، بيلعب نادي كبير، أكيد. عنده الناس اللي هي بتلعب أساسي زي البدلاء، هو واحد تمام. وبعدين النهارده احنا لو ريحنا بعض اللعيبة هنريح من الناس الأساسية فيبقوا بدلاء، فانت البدلاء عندنا زي الأساسي بالظبط، احنا الحمد لله عندنا وفرة من اللعيبة، حتى كمان فرق معانا جدا اللعيبة اللي راحت إعارة كابتن هاني ورجعت صحيح، فبقى عندك عدد كبير وعندهم خدوا خبرات زي ناصر ماهر، زي اكرم وشريف، وكل الناس دي كانت اعارات ورجعت،
فبالتالي الحمد لله عندنا وفره. هو عارف كويس قوي النادي الاهلي هيلعب على المكسب، وعارف النادي الاهلي مش عادته ان هو ياخد مركز تاني مثلا في بطوله كبيره زي بطوله افريقيا. فبالتالي هو اكيد عامل حسابه للنادي الاهلي، وهو هو هو بيلعب النادي الاهلي، مش بيلعب بدلاء النادي الاهلي ولا اساس النادي الاهلي، وبيلعب النادي الاهلي البطل بطل افريقيا. فبالتالي عامل 100,000 حساب، لكن هو بيتكلم معاهم في الاوضه ان انتوا عندكم ثقه، انتوا اول مجموعه وتلعبوا للمتعه، وكل ده هيتقال له، هو هيقوله للعيبه. لكن النادي الاهلي في المقابل انا نازل بروح النادي الاهلي باصرار بتاع المكسب، بالتركيز بتاع المكسب، كل ده النادي الاهلي اعتقد ان شاء الله هيقابله بكره. من خلال متابعتك يا امير لاداء النادي الاهلي في دور المجموعات، والنادي الاهلي يعني حقق المطلوب منه بالتاهل، ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي لدور الثمانيه؟ انت عارف دور الثمانيه عندنا مواجهات قويه، اصعب مواجهات قويه جدا مع فرق كبيره، لكن يبقى النادي الاهلي طبعا هو المرشح الاقوى للحصول على هذه البطوله. فنيا انت شايف ايه اللي كان النادي الاهلي اقدر اقول اقل من المتوسط فيه، ولازم يحسن النقط ديت فيه خلال دور الثمانيه ان شاء الله؟ هو خلينا واضحين يا كابتن، الفتره الاخيره او مستوى النادي في او اللعيبه الفتره الاخيره ما كناش مركزين، كان في سلبيات كتيره، كان في عدم تركيز في البوزيشنز الموجوده في الملعب. ده سبب اخطاء عندنا، وبالتالي دخل فينا اهداف. بالتالي عشان النادي الاهلي دايما متعود ان هو فعل مش رد فعل. فبالتالي احنا كل مره احنا اللي بنبدا بالاهداف، بنبدا بالمكسب، وبعد كده الفرق الثانيه هي اللي بتبقى عندها رد فعل. فاحنا دي جزئيه مهمه جدا انك تخلي بالك انك في المباراه اللي جايه مطالب اولا من بدايه انك تفرض شخصيه النادي الاهلي، انك تبقى الفعل بالزبط. لان المباريات اللي عدت الدخول فيها شويه مش باستهتار، لكن بعدم تركيز، بعدم تركيز شويه ممكن يدخلك في مشكله. هي دي بالظبط يا كابتن. النهارده مثلا اللعيبه اصلا اي لاعب او اي نادي بيلعب ضد النادي الاهلي هو عامل حساب 100,000 حساب للنادي الاهلي. فبالتالي لما يلاقي النادي الاهلي هو ابتدى يبقى جريء على لعيبه النادي الاهلي، وجريء على النادي الاهلي مش دي مش عادته. فبالتالي لما يهاجم ويجيب جول في النادي الاهلي وبعدين يكسب، التركيز بيعلى، الثقه بتزيد. فبالتالي النادي الاهلي النهارده النادي الاهلي معروف في افريقيا وفي كل مكان النادي الاهلي فعل، هو وده اللي احنا اتعلمناه واحنا صغيرين، اتعلمناه في الشباب، الولاد الصغيرين بنعلمهم ان انت فعل دايما، انت اللي بتبدا، انت اللي دايما بتحرز اهداف، دايما انت اللي بتبدا بتلعب على المكسب على طول. فبالتالي هم ما بيصدقوش نفسهم ان احنا جبنا جول في النادي الاهلي، بياخدوا ثقه، بتلاقي انت في هفوه كده بعدم تركيز، تلاقي الجون التاني دخل، فعبال ما نلم نفسنا تاني بناخد وقت، ضيع وقت وبيضيع الوقت. تاهلنا ولكن احنا جبنا جول في اخر دقيقه، النادي الاهلي مش عادته النادي الاهلي يجيب تعادل عشان يتاهل في اخر ثانيه، النادي الاهلي دايما بيكسب في اخر ثانيه، النادي الاهلي بيبدا اللقاء بتركيز، بيبدا. بس كان مهم برضو الجون ده يا امير، مهم جدا، مهم جدا بتاع ياسر ابراهيم طبعا، لان تفرق جدا انك حتى بتتغلب، يعني حتى لا قدر الله ما كانش ليها داعي بالتاهل بنسبة كبيرة، لكن إصرار النادي الأهلي كمان وانت في أسوأ حالاتك، ودي يعني سمة الفرق الكبيرة، وانت كمان بتأدي بأداء مش كويس، انك لا بتصر حتى للدقائق الأخيرة انك ما تتغلبش، على الأقل تتعادل. وبان من فرحة ياسر إبراهيم الجزئية اللي بتكلم عليها، لا احنا وحشين لكن احنا قادرين ان احنا كمان نحرز، وعلى الأقل شيء ان احنا كمان نتعادل، وده شيء مهم اعتقد. يعني بص يا كابتن، يعني شوف حضرتك، احنا مثلا صعدنا يعني لعبنا كام فاينل في بطولة افريقيا، اخر مره احنا كسبنا الفاينل، وكسبنا قبليها بقى وصلنا النهايات في اسوء حالاتنا بس وخسرنا، بس احنا كنا في اسوء حالاتنا وصلت الفاينل. فطبيعي النادي الاهلي يبقى في الحته دي، النادي الاهلي دايما هو بيلعب على الفاينل وكده. لكن ان انا النهارده ابقى في عدم توفيق، في اصابات مؤثره عندي في الفريق اثرت معايا، في عدم توفيق النهارده، انت كوره وارد انك انت النهارده ممكن تروح بكوره بتجيب جوال بتكسب بيها اللقاء، وفي ساعات بتروح بتضيع، بتيجي عليك انت بكل سهوله بعدم تركيز يدخل فيك جول عمال ما تلم نفسك، هي الكوره كده بتحصل. لان النادي الاهلي دايما اكيد هيتعلم من الاخطاء اللي فاتت، من السلبيات اللي فاتت، بحيث ان هو ان شاء الله باذن الله زي ما كابتن هاني قال وحضرتك قلتي، ان الفتره الجايه انت عندك ماتشات صعبه، عندك 8 وقبل نهائي ونهائي، ماتشات صعبه جدا مش هتستحمل
اي اخطاء تاني الفتره اللي جايه. فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله والاصابات العالي يكون رجع والاصابات اللي موجوده ان شاء الله مع عوده وليد سليمان مع التركيز مع اللعيبه تبقى عندها اللعيبه في لعيبه كانت موجوده في المنتخب رجعت بحاجه ايجابيه زي محمد شريف بدوافع كبيره جدا النهارده جاب جول بيلعب اساسي شارك مع المنتخب جاي بثقه كبيره جدا اجهاد لكن مع الثقه والحاجات دي كلها ومستعد لماتش زي ده وبطوله زي دي اعتقد ان اللعيبه ان شاء الله يبقى لها دور الفترة الجاية وبإذن الله لازم يفهموا ان بيلعبوا في النادي الأهلي بيلعبوا على الهدف اللي هو الأكبر البطولة والمكسب يتعلم بس طبعا السلبيات اللي فاتت بعتقد ان مستر موسيماني قعد وعمل محاضرات وقعد مع الناس وقعد مع الناس الكبيرة وهو دايما بيعمل اجتماعات ودايما بيتكلم في الحته الامور الفنيه والنفسيه كويس جدا جدا اعتقد ان خلاص دي تقول ده صفحه واتقفلت عايزين بقى نبدا من بكره باذن الله نستعد لان عندي كمان يا كابتن هاني بطوله ثانيه كاس مصر بعديها ونستعد بقى ان شاء الله لدور الثمانيه في افريقيا باذن الله. بمناسبه دور الثمانيه في افريقيا وبعيدا عن المؤثرات الفنيه النهارده في من الفرق اللي احنا ممكن نقابلها في دور الثمانيه بعض الفرق ليها او يعني معروفه بعلاقاتها الخارجيه وده تحديدا من المؤثرات الخارجيه اللي بعيده تماما عن كره القدم وممكن بيغير في النتيجه بشكل كبير ويمكن حتى يعني عديد من ضيوفنا يعني كان بيقلقهم الموضوع ده فرق لم نسميها ولكن نتكلم في ده وتأثيره على النادي الأهلي إن شاء الله يا رب يعني بعد الفاصل أنا عارفة ثواني بعد الفاصل بس هل ده ممكن يضغط على النادي الأهلي أو يؤثر على دور الثمانية أو دور ربع النهائي كابتن أمير عبد الحميد يجيب بعد الفاصل. خلاص بدأ الاستعداد النهائي لمباراة بكرة المباراة اللي من وجهة نظر كابتن أمير عبد الحميد والحقيقة وكل جمهور الأهلي بيتمنى أنه الأهلي بكرة يكسب ولا حاجة غير المكسب. ما تنسوش تشاركونا النهاردة على يعني السؤال اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة تتوقع النتيجة كم من سيحرز الأهداف علشان بعد الفصل الثاني هنستعرض إجابات حضراتكم بالتفصيل ولكن كنا سألنا السؤال قبل الفصل كابتن أمير برحب بيك مرة تانية عن المؤثرات الخارجية اللي بتتدخل أحيانا وبتكون في نفس الوقت بعيدة عن كرة القدم هل في دور الثمانية ممكن نقابل من الفرق اللي بتتحكم بهذا الشكل صحيح عندنا اتحاد أفريقي جديد عندنا أسماء جديدة تشكيل لجان إن شاء الله هيحصل يعني تشكيلات جديدة بس يعني ده نوع من التخوف عند بعض الناس يمكن زي ما انا قلت قبل كده والناس عارفه ان النادي الاهلي نادي كبير مش هيفرق معاه حكام بتحكم لطرف تاني او ظروف معينه احنا في تاريخنا يا كابتن هاني لعيبه النادي الاهلي قابلنا ظروف اصعب من حكام يعني قابلنا ظروف اصعب من حكام ظروف ملاعب وظروف اقامات بره في نفس الوقت يعني في ماتشات كتيره جدا كان بيبقى علينا ظلم تحكيمي يمكن احنا لو نفتكر ماتش في 2005 او 2006 تقريبا كان بنلاعب النجم الساحلي واتطرد مننا كابتن عماد النحاس ولينا اتنين بينالتي ما اتحسبتش احمد شيد قناوي وتقريبا واحده بركات وكان على ارضنا لكن احنا كنا ممكن 2007 نكسب 2007 اعتقد 2007 برضه هو 2007 لكن هي الفكره كلها بس ان انت لو موفق مش هيفرق معاك الكلام ده والنادي الاهلي دايما مش بيبص للحاجات دي النادي الاهلي دايما انا بنزل اللقاء ببقى عندي هدف ان انا اكسب اللقاء وهدف الاكبر بقى ان انا من خلال اللقاء ده اروح بطوله افريقيا يعني الفاينل واخد الفاينل يعني وانا في اعتقادي كمان تقريبا بمستوى التحكيم اللي شفناه في دور المجموعات اعتقد التحكيم الافريقي بدا ياخد شكل مختلف ويمكن كمان مع عهد جديد مع رئيس اتحاد جديد كان مهتم جدا جدا بعده نقاط مهمه منها جزء التحكيم منها جزء الملاعب منها جزء تسويق للبطوله الافريقيه بشكل افضل اعتقد التحكيم وهاخد برضو رايك فيه سريعا تحكيم في افريقيا الى الافضل ولا انت شايف لسه عندنا بعض الناس او بعض الحكام ممكن يكون لسه المستوى الفني او المستوى التحكيمي مش على قد
في المستوى العالمي يعني نقدر نقول. والله يا كابتن انا شايف ان التحكيم الافريقي في تصاعد كويس، تحسن يعني، في تحسن كبير. لان دلوقتي انت الحكم بيبقى ليه اسم كبير، فبيحافظ على اسمه وعنده الناس كلها العالم كله بيتفرج عليه، عنده بيتقيم من خلال المشاركه اللي بيلعبها. صحيح. بيلعب في بطولات ممكن يتحط في اسم بطوله افريقيا، كل واحد بيخاف على اسمه، فبالتالي مش هيبقى يبص لحاجه ان هو يبقى مش فير في الماتشات. فرق الفار يا امير، الفار لان من سنوات كان فيها التحكيم الافريقي عليه بعض علامات الاستفهام، ما كانش موجود فار. الفار كمان حسن من اداء الحكام شويه، او ادى اولويه ان الحكم كمان اخطائه قلت بشكل كبير. هو بعيد عن الفار يا كابتن، انا شايف ان الحكام في مستوى كويس جدا بصراحه. أوكي. وعندنا النهارده بنيجي مثلا فاينل بتلاقي حكم افريقي موجود، وفي حكام ليها اساميها. صحيح. فبالتالي النهارده الحكام بقى يعني بقى في حكام موهوبه، في حكام ابتدت اسمها كبير فتحافظ على اسمها. الفار ساعد طبعا وكل حاجه، لكن انا شايف الحكام يعني مستواهم كويس جدا، ولان في مشاركات كتيره جدا، كل واحد عايز يحط اسمه وكل واحد عايز يشارك في البطولات دي، فبالتالي لازم يبقى فير، لازم يبقى يلعب المباراه بشكل كويس ومحايد مع الفريقين يعني. بس في بعض الاحيان الاهلي برضه بيتظلم من موضوع التحكيم شوي، وده يمكن كنا استعرضناه قبل كده، بس النهارده لا، عندك يعني سلسله من المعاناه الاهلي بيتعرض لها من قبل التحكيم. بنتكلم بشكل عام، مش بنتكلم عن مباراه معينه او عن بطوله معينه. ده فرق يعني، لسه في قصور ده في التحكيم ولا لا؟ يعني فرق للافضل ممكن في بعض الاوقات، في اخطاء بتفرق في نتيجه لقاء، بتفرق في نتيجه ان انت بتصعد لدور، بتبقى اخطاء فرديه. لكن الفار بينقذ دلوقتي الموضوع ده يا كابتن هاني. الفار مش بينقذ الدنيا في حد جيد مثلا في مباراه. انا دايما المباريات ديت يعني عدم وجود فار كان عليها علامه استفهام. مباراه لا قدر الله ممكن جدا يكون في، مش هقول خطا مقصود، لكن خطا غير مقصود. يعني المباراه مثلا الاهلي وفيتا كلاب، ضربه الجزاء اللي اتحسبت كانت هتفرق جدا مع النادي الاهلي في مشواره، مش في التاهل لكن في الشكل الافضل. الضغوط كانت هتترفع على اللعيبه بشكل كبير جدا. انا بتكلم عن النقطه دي، عدم وجود بار في ادوار تمهيديه او دور المجموعات، ده برضه علامه استفهام. اعتقد لازم الموضوع ده يتعدل في السنين اللي جايه، لان احنا خلاص يعني البطوله الافريقيه بقت بطوله كبيره جدا جدا، اقدر ان كل كمان العالم بيتفرج على البطوله ديت خاصه في النهائيات. فموضوع البار ورجوعه تاني اسف لدور الثمانيه او لدور المجموعات، ده مهم في المرحله اللي جايه اكيد يعني. المهم يا كابتن دي مباريات حاسمه ولقاءات حاسمه، لازم لو هو مش بنسبة 99% 95% كويس، الفار بينقذ في بعض الحاجات، لان هيبقى ليه دور مهم جدا الفترة الجاية، لان انت عندك ادوار وعندك مباراة صعبة جدا وتوصلك للفاينل. فانا شايف ان الفار ليه دور ولازم يبقى موجود يعني الفترة الجاية، لازم يطبق. يطبق. لو عملنا كده، عملنا استعراض سريع جدا للتشكيل، وانت مع ثبات التشكيل وده له ايجابيات، يعني لو احنا كده يعني مثلا ممكن تستعين بالورقه دي، مش مشكله. كمان تاخد القلم ده من كابتن هني. لا يقولوا لنا من غير ما يكتب. عشان ما يتلخبطش. هو انا معايا قلم رصاص. هو التغيير مش هيبقى زي ما قلت يا كابتن هاني، بعض العناصر كتير هيبقى في بعض العناصر، ممكن هنقول للشناوي معرفش هيلعب هاني ولا اكرم ناحيه اليمين، بس اعتقد هيلعب هاني. النهارده طبيعي ان انا العب ببدر بانون وياسر، بس ياسر مصاب النهارده. ممكن يلعب ايمن اشرف ولعب بيكهام ناحيه الشمال. طب مش فرصه انه يدخل سعد سمير او رامي ويشوفوا مباراه زي ديت، ولا انت شايف ان هم بقالهم فتره بعيد فخايف يبقى في مجازفه شويه؟ يعني الحسابات دي تحسبها ازاي؟ ادفع برامي او سعد جنب بدر على اساس ارجعهم تاني للمباريات، ويبقى بيكام ناحيه الشمال، ولا انت شايف ان ممكن ايمن اشرف هو اللي يبقى باك شمال؟ ايمن كمان اعتقد محتاج راحه شويه، لان حسب حاله ايمن. يمكن انا قابلت ايمن صدفه يعني واتكلمت معاه، كان لسه جاي من السودان. قال لي انا لسه ركبتي فيها وجع شويه او فيها بعض الاجهاد شويه. فممكن برضو لو ايمن واقف على رجله كويس كان بيعاني من رشح. فلو هو كويس اعتقد ان ممكن ايمن هيلعب مع بدر. لكن انا شايف الكاس يا كابتن هي فرصه كويسه جدا، لان انا ادخل سعد وادخل رامي الكاس. لكن ماتش بكره انت عايز تكسب،
ده مش ما يقلش ابدا من سعد ولا رامي، اثنين نجوم واثنين لعيبه كويسه جدا عندهم خبرات، لكن طبعا كل واحد كان مصاب وبعيد عن الفتره اللي فاتت. فانا شايف ان بدر ممكن يلعب هو وايمن وباكر الناحيه الشمال. ممكن يلعب، هيغير بقى التغيير كله في الحته اللي هي تحت الفيرود دي، ممكن هتلاقي النهارده طاهر واخد، ممكن تلاقي حسين الشحات بيلعب، ممكن يريح قفشه، ممكن ينزل يلعب وليد يبدا بيه، ممكن يلعب شريف، ممكن يلعب بمروان. يعني هيبقى في تغيير في الحته اللي هي اللي تحت دي اكتر حاجه. وناصر لا اعتقد ان ناصر ممكن برضو كل الناس البعيده قوي دي تدخل في الكاس. اوكي. ولكن وليد هو عنده خبرات، وليد الوحيد اللي ممكن جاي من اصابات او بعيد يدخل المباراه اللي فاتت او لعب الماتش اللي فات ولعب ماتش الشباب، فاعتقد وليد ممكن يبقى موجود. ديانج هيبقى موجود في النص، وممكن عمرو ممكن يريح عمرو يلعب باكرم، يعني حسب رؤيه المدير الفني. بس انا شايف ان هو مش هيغير، يعني هيغير يعني نسبة كبيرة جدا بعض اللعيبة، عناصر بسيطة مش كتير. وعلي لطفي الكاس، وعلي الكاس ممكن ياخد الكاس. هي الكاس هيشارك بعض اللعيبة اللي هي بعيدة، لكن انا شايف ان بكرة بنسبة كبيرة جدا هيلعب بالتشكيل الاساسي، يغير بعض الحاجات حسب الاجهاد وحسب رؤيته هو برضو، ممكن يبقى ليه وجهه نظر احنا ما نعرفهاش. لكن انا شايف ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي، ممكن بكره يغير واحد او اثنين في الحته اللي في القلب، ممكن في الفيرود كمان تلاقي مروان، ممكن تلاقي بواليا، حاله بواليا ما اعرفش ممكن هيبقى هيشارك ولا لا حسب النهارده شارك في التمرين الجماعي برضو بواليا. ممكن يديله فرصه، ممكن يلعب مروان، ممكن مع ضغوطات ولسه راجع بواليا من الاصابه يريحه ويبدا بشريف قدام. يعني هي الحته اللي في القلب دي، ممكن تلاقي طاهر، ممكن تلاقي حسين الشحات، ممكن تلاقي وارد، وتلاقي ناصر، ممكن تلاقي وليد موجود في الحته دي هيغير. ممكن يريح قفشه عشان منتخب واجهاد، لكن قفشه دوره برده مهم جدا، لان قفشه الوحيد اللي ممكن في الحته دي بيقدر ينقل من الدفاع للهجوم بسرعه، عنده رؤيه كويسه ومشارك. همزه وصل طبعا إن كبيرة. ناصر بيعملها كويس، ولكن ناصر بعيد بقاله فتره. فممكن ما عشان كده فاعتقد قفشه الوحيد اللي ممكن هو يثبت في الحته دي ويغير بقى الناس اللي هي جنبه. طيب انا عايز اخدك، ويمكن كانت سام سالتك قبل الفاصل على جزئيه معينه مرتبطه بالخصم اللي هيكون ان شاء الله في دور الثمانيه. يمكن بعض الناس بناء على كلام سام خايفه شويه من الشمال الافريقي، ان احنا نلعب الترجي او الوداد، ناس بتفضل صن داونز، وناس على جزء اخر يقول لك لا، صن داونز يمكن افضل الفرق الموجوده في المجموعه من خلال النتائج من خلال الاداء. انت رايك ايه في الثلاث فرق دول، ومين على المستوى الفني؟ بنتكلم طبيعي النادي الاهلي بطل وعايز يكسب، فعايز يكسب اي حد، لكن مين اللي ممكن يسبب بعض الصعوبات للنادي الاهلي من الثلاث فرق دول؟ والله يا كابتن انا شايف زي ما حضرتك قلت، النادي الاهلي طالما صعدنا النادي الاهلي اسم كبير ونادي كبير، لازم مش هيبص للحاجات دي كلها. اي حد هيقابل النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يكسب بحيث ان هو يلعب فاينل. فانا شايف ثلاث فرق صعبه جدا، سواء وداد او صن داونز. عندنا كوكتيل من الشمال والجنوب ان شاء الله. فرق صعبه، ولكن انت لو انت بتلعب، خلينا هحطك في دور اللعيبه دلوقتي. لو انا بلعب دلوقتي، بتلعب دلوقتي وبتفكر، اكيد احنا كنا لعيبه بنفكر يعني في كل البطولات اللي دخلناها كنا بنشوف القرعه قبل المباراه، مين كل واحد فينا بيقول لا اتمنى يا ريت نيجي عند الفرقه دي. لو انت لعيب دلوقتي في النادي الاهلي وانت بتفكر كده تقول لا اتمنى ان انا العب فرقه مين؟ صن داونز، ترجي، الوداد؟ انا شايف ان الفرق شمال افريقيا متهيألي دي بالنسبه لنا هتبقى اريح شويه، لان عندك صن داونز لعيبه سريعه، وعندك لعيبه امكانياتها كبيره، عندهم لعيبه كويسه جدا. الحاجه الوحيده اللي هي ممكن بس اكيد هتبقى يعني فيها حاجه ايجابيه، ان مستر موسيماني عارف صن داونز وعارف بيلعب ازاي والخطه بيلعبوا بيها ومين المميز قوي عندهم. لكن انا شايف يا كابتن في المتغيرات اللي هتحصل وعدم وجود الجمهور، كنت ممكن اعكس الايه شويه، ان انت عندك الوداد والشمال افريقيا الجمهور صعب جدا على ارضه، وحضرتك عارف طبعا الكلام طبعًا ده بيفرق بنسبه 80%. لكن انا النادي الاهلي يعني اي فرقه هتقابله لازم يلعب على المكسب، ومش هيفرق معاه ده، انا هيفرق معاه ان انا العب مين في الفاينل، ده النادي الاهلي تفكيره كله. ولكن انا شايف من وجهه نظري ان اي فرقه دلوقتي في شمال افريقيا يعني لو لعبناها اعتقد هتبقى الدنيا كويسه شويه او ارحم شويه من صن داونز، لان صن داونز برضه خد بالك عندهم لعيبه كويسه بيلعبوا للمتعه، وما تعرفش هو يعني ممكن يلعب للمتعه وما يكسبش بطوله،
يعني دايما سان داونز وجنوب افريقيا دايما بيلعبوا بشكل كويس كره حلوه ودايما نتيجتهم حلوه بيأدوا اداء كويس وبمكسب يعني بالزبط. اداء ومكسب بالظبط. لكن دلوقتي انت عندك الفرق اللي هي شمال افريقيا اعتقد ان ده بيبقى اسهل بالنسبه لنا شويه في المتغيرات دي. ده بالنسبه لو انا مثلا حابب ايه، لكن النادي الاهلي مش هيفرق معاه بقى سان داونز وداد ترجي، مع احترامنا كامل لكل الانديه دي، النادي الاهلي هيلعب على المكسب دايما وهيلعب على الهدف الكبير ان انا اخد بطوله افريقيا وارجع اشارك كاس عالم الانديه ثانيه يا رب ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا كان معانا مؤتمر صحفي لمستر مستمعين محمد الشناوي، كمان دلوقتي معانا مؤتمر صحفي لفريق سيمبا التنزاني، نشوف المؤتمر الصحفي لان من خلال كمان المؤتمر الصحفي هنعرف سيمبا بيفكر في ايه في المباراه زيد. وصل كاول مجموعه لكن في اهداف برضه لسيمبا من خلال المؤتمر الصحفي، ونرجع مع الكابتن الكبير امير عبد الحميد. قبل الفصل استمعنا لتصريحات ديدي جوميز المدير الفني لسيمبا التنزاني قبل ساعات قليله جدا عن مباراه النهارده ما بين الاهلي وسيمبا، لكن الحقيقه الجزء يمكن اللي جاي ده هنخصصه في الحديث عن تصريحاته هو تحديدا، ولكن بعد ما ناخد الاجابات على المشاركات بتاعه حضراتكم. طرحنا سؤال في بدايه الحلقه، تتوقع الأهداف بكرة مين اللي يحرزها، وتتوقع نتيجة المباراة كم من وجهة نظركم؟ الحقيقة عندنا مشكلة يعني تكنيكال كده في انستجرام، فعندنا بعض المشاركات من على فيسبوك وتويتر فقط النهاردة، بنستعرض بعض الإجابات وبنبدأ من فيسبوك. عندنا أول مشاركة من أستاذ طارق، أستاذ طارق موسى بيقول فوز الأهلي 3-0 بأقدام أجاييه محمد شريف ومحمد مجدي أفشة. أستاذ أحمد نبيل آدم نبيل مساء الخير، حتى والاسم قدامي بتلخبط برضو في الأسماء مش عارفة يعني دي ظاهرة عايزين لها حل. أستاذ آدم بيقول مساء الخير، إن شاء الله 4-0 للأهلي، شريف أفشة مروان ووليد سليمان يا رب. أستاذ علاء جمعة إن شاء الله الأهلي 2-0، محمد يسري 3-0 للأهلي، محمد شريف طاهر ومروان، هشام سليمان 1-0 وليد سليمان. ده كان على الفيسبوك. على تويتر محمد أمين بيقول إن شاء الله 2-0 للنادي الأهلي، واللي هيحرز الأهداف حسين الشحات وبواليا. إبراهيم تمام على تويتر بيقول 3-0 للأهلي بإذن الله بأقدام الحاوي وطاهر ومروان. علي جاد إن شاء الله الأهلي يكسب 5-0، أجاييه شريف أفشة بواليا ومروان. عبد الهادي البطران بيقول إن شاء الله 4-0 للنادي الأهلي، واليا الشحات كهربا والحاوي. طبعا كهربا بره القايمه لكن هو متفائل وكلنا متفائلين، النتائج يعني كل الناس متفائله امير بمباراه بكره على يعني على مستوى النتائج، وده بيدل على ثقه الناس في لعيبه النادي الاهلي. وزي ما سام بتقول قبل الفصل كان المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه ديدي جوميز عن المباراه، واتكلم في نقط محدده واضح جدا الثقه في نفسه، اتكلم على 3-4 نقط. هناخد النقطه الاولى اللي هو اتكلم فيها ان هو جاي وحريص جدا جدا انه يستمر في سلسله اللا هزيمه، ان هو الفريق اللي في المجموعه ما تهزمش، هيحافظ على ده بشكل كويس. الجزء الثاني بيتكلم كمان على بعض الفنيات ان هو حريص ان هو يعملها زي ما عمل المباراه الاولى، قال لك انا هامن دفاعاتي بشكل كويس وهعتمد بشكل كبير على بعض الاوقات على المهارات الفرديه او الفروق الفرديه. دي نقطتين هنتكلم معاك فيها، انت شفت المؤتمر ازاي؟ شفت كلام ديدي جوميز ازاي من خلال المؤتمر الصحفي؟ انا شايف ان هو طبعا عامل يعني حساب للنادي الاهلي وعارف ان اهميه اللقاء ماتش صعب، وقال لك انا عندي ماتش صعب بكره، وقال لك ان انا بلاعب النادي الاهلي لازم ابقى بدافع كويس جدا، وقال لك ان انا الماتش الاولاني كنت حق انا الاقدر ان انا اكسب اللقاء، وقال ان انا عايز اكمل سلسله الانتصارات، وقال ان الامور ما انتهتش لسه، في لازم اكمل على كده، لان هو عارف كويس قوي انت ممكن تطلع اول مجموعه وده خلاص، انت خلاص اول مجموعه تيجي في الدور الثمانيه تلاقي نفسك انت بتخسر رايح جاي وتطلع من البطوله. صحيح. يمكن شفنا قبل كده انيمبا كان قبل كده عمره ما خسر 10 سنين ورا بعض، خسرتوها احنا كسبناه هنا وما وصلش الفاينل وطلع من البطوله. القطن الكاميروني كان قبل كده برضو قعد 10 سنين ما بيخسرش واحنا كسبناه وما صعدش، وصعد نهائي بس قدامنا، وقبليها برضو ما صعدش نهائي او بعدينا بعد البطوله بتاعتنا. فهو عارف كويس قوي ان هو لازم يكمل، مش دي نهايه الدنيا ان هو اول مجموعه وبعد كده يطلع من دور الثمانيه،
عارف ان طبعا النتائج، وقال ان هو بيلعب بثقه، عندي لعيبه كويسه كتير وعندي مجموعه كبيره وعندي مهارات فرديه كويسه اقدر استغلها بكره. طبيعي ان هو يتكلم في الحته النقط دي كلها، لان هو مش مصدق نفسه ان هو معايا النادي الاهلي في اول في المجموعه وانا اول مجموعه والنادي الاهلي تاني. مش مصدق النتائج اللي حصلت قبل كده. موفق طبعا الماتشات اللي فاتت، قدم مباريات كويسه وكان محظوظ فيها عشان كده طلع اول مجموعه. النتائج هي اللي خلته يقول يتكلم بثقه كبيره جدا ان هو اول مجموعه ما خسرش. فطبيعي ان هو اول مجموعه مع النادي الاهلي ده يفرق الأهلي. جدا انك تطلع اول مجموعه مع بطل النسخه السابقه، وبالتالي واخد ثقه كبيره جدا، وهو قايل ان انا عايز اثبت ان انا كمان جدير بهذا المركز يعني. وقال حاجه مهمه جدا، لازم استمر، لانه عارف ان هو ممكن يستمر، لازم اكمل على اللي انا عملته بالزبط. فانت بتقول انه النتائج اللي حققها في دور المجموعات هي اللي مخليها النهارده تصريحاته تكون بالشكل ده بالظبط، لهجته تكون كده. احنا لو اتكلمنا عن النادي الاهلي كتاريخ ولا سيمبا التنزاني تاريخ، أني منطق يقول ان سيمبا يبقى هو رقم واحد في المجموعه؟ طبيعي النادي الاهلي هو بطل افريقيا، النادي الاهلي بطل النسخه الاخيره، النادي الاهلي اسم كبير، فطبيعي النادي الاهلي. بس الكره الافريقيه حصل فيها تطور كبير قوي يا كابتن امين، فيها تطور، ولكن ما نقدرش نقارنها النهارده بالكره بقى، يعني ما نقدرش نقارنها بالكره بتاعت 10 سنين فاتوا مثلا. اكيد يعني الدنيا اختلفت النهارده، المواهب زادت، اللعيبه عندها فرص تلعبوا في اوروبا بعد بطوله افريقيا، طبيعي عنده فرص كتير جدا ان هو يحترف. يعني بالنسبه له اي لاعب في سيمبا مثلا يعني طموحه مش ان هو يسافر بره بس، يعني لو جاله عرض من النادي الاهلي طبعا ده طموح كبير جدا بالنسبه له. فالنهارده اما نيجي نتكلم على نادي سيمبا التنزاني مع النادي الاهلي، ان هو اول مجموعه على النادي الاهلي، هو مش مصدق الكلام ده، لكن النتائج خلته يطلع في المؤتمر يتكلم بالثقه دي كلها. الارقام، وخلينا نتكلم، هو بيتكلم كمان بلغه الارقام. انت من لغه الارقام، هو يعني دخل في مرمى خلال الخمس مباريات اللي فات هدف واحد واحرز 9 اهداف، تمام. فهو يعتبر افضل فريق على المستوى الدفاعي، وعشان كده هو بيتكلم في اسلحه. وانت يعني كمان من خلال كده تقول لنا ممكن النادي الاهلي يستغل ده ازاي؟ هو بيقول لك انا هامن دفاعاتي بشكل كويس قوي زي ما عملت هناك في سيمبا، وهستغل السرعات اللعيبه والمهارات الفرديه. وهو بيستغل كمان ان هو عنده رصيد من عدد الاهداف القليله قوي ان هو افضل دفاع في المجموعه، وبالتالي شايف ان دوت السيناريو هيخش بيه المباراه، ان هو هيدافع بشكل كبير جدا، يعتمد على الكرات المرتده، هيعتمد على زي ما قال المهارات الفرديه. بيقول انا عندي لعيبه عندها مهارات فرديه، رقم 11 لعيب مميز جدا اللي هو جاب هدف فينا في المباراه الاولى. تفتكر السيناريو هيكون ماشي بهذا المنهج، وازاي النادي الاهلي يقابله عشان نحقق نتيجه كويسه؟ يعني مش هيمشي يا كابتن بنفس السيناريو. انت النهارده الجو كان مختلف، ملعب مختلف، ظروف مختلفه، النادي الاهلي راح بكم فرصه وما كانش موفق، هو راح بكوره واحده موفق فيها ان ترات شوت في 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 الزاويه العكسيه للشناوي وتيجي ويبتدوا هم يدافعوا كويس، رحنا بكذا هجمه. فاعتقد ان الامور هتختلف، النادي الاهلي بكره هو هيلعب بشكل دفاعي وزي ما حضرتك قلت هيلعب هجمه مرتده ويعتمد على المهارات الفرديه بعض اللعيبه. النادي الاهلي بكره ان شاء الله لازم يامن في البدايه ويضغط في نفس الوقت خطه متوازنه، ولكن هو لازم يضغط اول ربع ساعه تلت ساعه، بحيث ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لو جاب جول في الاول خلاص الموضوع انتهى، وهيبتدي يلعب على الاطراف ويبتدي يلعب في العمق برضو. اعتقد مع الضغط ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه ونعمل ماتش كويس ونبتدي نركز بقى ان شاء الله في دور الثمانيه الاصعب. الاصعب انت يا امير بتتوقع النتيجه كام ان شاء الله بكره؟ وبرده مين اللي هيحرز الاهداف من وجهه نظر؟ انا اتوقع ان شاء الله ان احنا في بدايه اللقاء ممكن نجيب جول اول 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده يعني ان شاء الله مش الشوط الاولاني هيطلع 2-3 ممكن باذن الله، لان النادي الاهلي هدف مبكر يعني. هدف مبكر ده هيبين لك حاجات كتيره جدا. وان شاء الله النادي الاهلي يبقى موفق يفتح الجيم ان شاء الله، وهو هيبتدي برضه يدافع برضه، حتى لو دخل فيه جول اول او تاني هيبتدي يدافع برضه، انه عارف انه بيلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده يعني حلول كتير جدا حتى في البدلة، حلول كتيرة برضو، عندنا مهارات فردية، عندنا روح، عندنا عزيمة، كل حاجة موجودة بكرة بإذن الله. هو بس عايز يحافظ على شباكه نظيفة أو خالية من الأهداف، أفتكر وده اللي بيفكر فيه النهاردة بس. لا. هو عارف ان بكره هو عارف ان بكره هيخسر. ثبت توقف على امير علينا احنا كمان يعني توقف كمان على تركيز. البدايه دايما النادي الاهلي بدايات بتبقى مختلفه جدا، والاستمرار في البدايه يعني بدايات مباراه فيتا كلوب بدايه رائعه اللي كانت طبعا هناك، انك بتبدا ضاغط على طول
والاهم كمان ان احنا عايزين نتعلم من اللي فات، ان احنا كمان الفرص اللي تجيلك تبدا تهدف فيها، وده كانت عندنا مشكله بصحيح في النادي الاهلي مباراه فيتا كلاب اللي في القاهره، فرص كتيره جدا جدا اتعلمنا الكلام دوت. ده كمان المفروض بكره يتعمل، علشان النقطه اللي انت اتكلمت عليها في خلال الفاصل انك ما تدخلش الفرقه الجيم بالزبط. ان فريق سيمبا بيحترم النادي الاهلي وبيلعب بطريقه دفاعيه، لكن لو في حس في وقت من الاوقات ان هو بدا يمسك وقال كلمه ان هو انا هستعمل الاستحواذ، هو من الفرق اللي بتعمل استحواذ، مش فرقه افريقيه بتلعب اللونج بول وبتبقى الموضوع لا استحواذ كامل، فعشان دوت ما يتعملش ايه المطلوب من النادي الاهلي، علشان ولا يستحوذ يبقى الضغط العالي موجود، الفرص اللي تجيلك تهدف منها، ده مهم جدا في بدايه المباراه. يعني هو قال كمان يا كابتن ان انا مش هسيب مساحات للنادي الاهلي، لان هو عارف كويس جدا ان هو النادي الاهلي عنده حلول كتير وعنده سرعات وعنده مهارات وعنده قوه وعنده روح وعنده كل حاجه النادي الاهلي، فبالتالي هو هيلعب بشكل دفاعي، بيبتدي النادي الاهلي كمان مش هيديله فرصه انه يستحوذ، كمان النادي الاهلي هيضغط في اول 10 دقائق ربع ساعه ان هو يجيب جول اول. ده المفروض بقى النادي الاهلي يعمل، لازم النادي الاهلي يعمل كده، لازم يقابل بده، والنادي الاهلي هو هيعمل كده بكره باذن الله، وموضوع ان هو مش هيدخل فيه جوال ويحافظ، هيدخل فيه جوال بكره ان شاء الله والنادي الاهلي هيكسب، بس ده حاله اللعيبه، تركيز، الاخطاء اللي احنا حصلت فينا قبل كده نتعلمها، ما يكونش فيه اخطاء بكره ان شاء الله باذن الله، ونلعب وارد ان يدخل فيها جول في اول اللقاء، ده طبيعي في الكوره، لكن اهم حاجه امسك نفسي، ابتدي اركز ولم الدنيا تاني وانظم نفسي تاني، والعب ان بكره النادي الاهلي هيلعب على المكسب اكيد من اول اللقاء ان شاء الله، وانا متفائل ان شاء الله باذن الله، ودايما ما باجي معاكم هنا في اي ماتش او اي بطوله بنتفائل وبنكسب ان شاء الله. من ساعه ما البيت الكبير جه واحنا بقينا ما شاء الله خدنا التاسعه وخدنا الكاس عشان دي يعني ايه ما معروفه، فانا شايف النادي الاهلي بكره باذن الله في اول لقاء هيضغط وبخطه متوازنه، وان شاء الله باذن الله ما يسيبش مساحات، لان عندهم مهارات برضو، وقال لك انا هستحوذ، النادي الاهلي مش هيدوا له فرصه اساسا للكلام ده، فان شاء الله، بس اهم حاجه النادي الاهلي لازم يبقى فاعل، ما ينفعش ان انا النهارده استحوذ او انا ما اخش فيها ما اجيبش جول ويدخل فيها جول استقبل جول وابتدي تاني ادخل بقى برد فعل ان انا عايز اتعادل عشان دورت في الكوره، لكن انا شايف هتدخل في حسبه مالهاش داعي. بالظبط، دي رسالتك للعيبه. بالظبط، وبعدين احنا مش داخلين، مش بس المرحله اللي جايه في دور الثمانيه هي الاصعب، كمان انت عندك دوري عايز تكمله، عندك سلسله من المباريات، عندك الكاس برضو، السوبر الافريقي، السوبر الافريقي والمصري ما تلعبش، عندي زمالك في الدوري هدخل مع ماتش مهم طبعا، مباريات كتيره جدا مؤجله للاهلي، كمان رسالتك للعيبه ايه لو بتنصحهم دلوقتي نصيحه على المشوار الاصعب المفروض في يعني في مشوارهم دلوقتي، ايه اللي كابتن امير يحب يوجهه للاعيب؟ يعني هقول للعيبه ان هو كل لاعب عارف ان هو بيلعب في النادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب، عليه ضغوطات كبيره جدا، اللقاء كل ماتش حتى في الكاس وماتشات سهله ماتشات صعبه، النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، اللعيبه النهارده عارفه ان احنا النهارده ابطال افريقيا، ما ينفعش ان انا ابقى مركز تاني، وده اللي احنا اتعودناه واحنا صغيرين، واحنا كمان في مرحله الشباب حتى المكافئات يا كابتن هاني ما كناش بناخد مكافاه على المركز الثاني، اتعودنا على ده واحنا صغيرين، فانت بتلعب في النادي الاهلي اسم كبير نادي كبير لازم تلعب على المركز الاول، النهارده ماشي ما كنتش موافق في بعض الماتشات فبقيت امر واقع ان انت صعدت، لكن النهارده لازم تعرف النادي الاهلي دايما فاعل دايما بيلعب على المكسب، لازم بدايه من بكره باذن الله، عشان مش عشان اكسب لقاء بكره، انت كده كده ان شاء الله اللعيبه حاطه في دماغها ان انا لازم اكسب بكره، احسن الصوره شكلي كويس اخد ثقه، المكسب بيديني ثقه، عندي بطوله ثانيه كاس زي ما حضرتك قلت، وبعدين ادخل السوبر افريقي، عندي دوري مهم ودوري صعب، عندي ماتشات مؤجله، عايز اطلع ابقى رقم واحد طبعا الطبيعي بتاع النادي الاهلي كالعاده، فكل اللعيبه عارفه الكلام دوت، وانا يمكن اتكلمت مع بعض اللعيبه كتير جدا، قابلت ايمن اشرف اتكلمت ان انا النهارده ما ينفعش ابقى في عدم تركيز في اللقاء، واتكلمنا مع بعض انا وهو، فان شاء الله باذن الله اللعيبه تكون عند حسن ظن، واحنا عندنا ثقه في اللعيبه وعندنا ثقه فيهم طبعا، ان شاء الله بكره يعملوا لقاء كويس نستمتع بيه ونبص بقى بعد كده في الادوار اللي جايه. طب كان في خبر سعيد بمناسبه الاكاديميات، وانا عارف ان انت مسؤول في اكاديميه النادي الاهلي هنا في الشيخ زايد يا امير. تمام يا كابتن. كان في خبر حلو قوي كلمني عليه سريعا قبل ما ننهي اللقاء، ان كان في دوره بدات حلقه الوصل تكتمل ما بين الاكاديميات وقطاع الناشئين. قول لنا الامور ماشيه ازاي، وطمنا كمان على
شغلك في الأكاديمية، وإن شاء الله بقى تفريغ حراس مرمى على مستوى عالي زيك كده يعني. إن شاء الله كابتن. الحمد لله إحنا كابتن شطة طبعا عامل شغل كويس جدا، بيكمل طبعا الشغل بتاع كابتن خالد بيبو، عاملين سيستم كويس عندنا الحمد لله، وده الأهم إن إحنا عاملين بطولة دوري أكاديميات باسم كابتن مؤمن زكريا اللي بنتمنى يا رب إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة كده إن شاء الله. دوري قوي، دوري كبير، بيطلع لعيبة كويسة جدا وبيبرز لعيبة كويسة جدا من الأكاديمية، في تواصل بيني وبين الكابتن شطة وبين الكابتن خالد بيبو في القطاع، عندنا لعيبه كويسه من خلال الاكاديميه ان شاء الله يفيدوا القطاع ويفيدوا النادي الاهلي في المستقبل، وان احنا مبسوطين جدا جدا ان دي دوري قوي جدا باسم كابتن مؤمن زكريا، دي حاجه كويسه جدا وحاجه يعني بسيطه ان احنا نقدمها باسم كابتن مؤمن زكريا اللي بيتمنى له يا رب الشفاء ان شاء الله ويرجع لنا كده بالسلامه. لكن عايز اطمن الناس، عندنا حراس مرمى كويسين، عندنا لعيبه مميزه وموهوبه ان شاء الله يبقوا يفيدوا القطاع ويفيدوا النادي الاهلي الفتره الجايه، ممكن نشوفهم قريب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا بجد، نورتنا وشرفتنا دايما، ودايما فال خير ان شاء الله، متوقعين كل التوفيق للنادي الاهلي، ونشكرك شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك كابتن وسهام، وان شاء الله يعني دايما في تفوق وتالق والتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، شكرا جزيلا ليك، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله نيجي هنا يوم الاحد واحنا بنحتفل وبنهني جمهور النادي الاهلي الكبير جدا اللي في كل مكان بالفوز، وتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ويحصل من خلالها على 3 نقاط برضو يعني مهمين جدا. بشكركم شكرا جزيلا، يوم الاحد نتلاقى من 10 لـ1 بالليل في البيت الكبير. صباح الخير.